السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتكم ثقافة وعلوم. اليوم غادي نصايبوا شكل ديال الADN كما كيبان عندي هنا. اذا تبعوا معايا حتى الاخر باش تصايبوا بحالو. غادي نمشيو نديرو ليست جديد، غادي نمشيو 3D، غادي ناخذوا هذا لوتي ديال اليس، كليكيو هنا، غادي نعطيوه 10 اونطري 10 اونطري، من بعد غنقول لي تي اونطري 1 اونطري. بالنسبه لا هوتور، هنا كيطلب مني لا هوتور ديال ليليس، غادي نعطي 60 وغيعطيني هذا الشكل. هذا غنكليكي عليه بلا دغوات، بارامتر دو ليكون ديسكيو افيشي ليكون ا لوريجين، غتجي لوريجين ديالها باش ما تبقاش تبرزني. من بعد غندير ال اونطري، كليكي هنا نجر هنا ونعطي 20. سي اونطري نديرها في اي بلاصه، هنا غادي نعطيه 1، غنسيليكسيونيها وغادي نقول ليه بالاياج، غنكليكي على هاد ليكون اللي عندي هنايا، هاد لوتي سميتو بالاياج، وغنجي نعزل لي هاد لالين، غنجي ندير ريزو، بقا مكليكي عليها وغندير تراجيكتوار، غنسيليكسيوني هذا نقول ليه اونطري ونسيليكسيوني هذا، وغيعطيني هاد الشكل هذا. من بعد غنجي لهنا غادي نقول لي اليمون، هنا سبيسيفي لا ديستانس اونتر لي زيليمون، الوغ هنا غادي نكتب لي 6 اونتري، غادي يعطيني هاد العدد هذا ديال 15 اللي هو بار ديفو، ونقول لي اونتري اونتري باش نخرج من لا كوموند. من بعد غادي نقول لي سبلاين ها هي، وغنجي لهنا غنحاول ما امكن انني نكون اكتيفي هنا في لي بارامتر داكروشاج او زوبجي، لي زاكروشاج او زوبجي 3D. دونك هنا لاكروشاج او زوبجي 3D خصو يكون اكتيفي ب F4. الوغ نجي هاديك سبلاين غنرسمها من هنا، غنبقى نحدد هاد النقاط كاملين، غندير شيفت ندور ونكليك نمشي حتى نكملهم كاملين. اذا ملي كنكملهم كندير في الكلافي اونطري وكنفاليدي، من بعد كيبان لي هذا الشكل اللي عندي هنا. غادي ندير سيركل سي اونطري، غندير حتى هي في الريون ديالها 1، نكوبيها كوبي لا سيليكسيون من هنا لهنا، غنشد هذه وغادي نقول لها بالاياج، ونكليكي على هذا لو تراجيكتوار، غنعاود نسيليكسيوني هادي ونقول ليها تاني بالاياج، وناخد لوطخ تراجيكتوار. هنا الا درت كونسيبسيونيل غادي يبان ليا الشكل ديالي. من بعد غادي نمشي لكالك، هاد الكالك بطبيعة الحال غادي نرجعو ازرق، اوكي. غادي نجي لهنا غنكريي ان نوفو كالك، دونك نكري واحد دو كالك، واحد غادي نرجعو فيغ، وواحد غادي نرجعو روج. فهمي بالنسبة لهذا هنا غادي نرجعو في لو كالك روج، وبالنسبة لهذا غادي نرجعو في لو كالك فيغ. إلا مشيت كونسيبسيونيل ورجعتها رياليست غيبان ليا الADN ديالي على هاد الشكل، يمكن ليا ندير ليه لا روتاسيون وغادي نستمتع بالمشاهدة ديالو. إذا إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما جديد دروس ثقافة وعلوم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.